بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أستاذ ياسر محمد نجيب من مدرسة الشريف الخاصة لغات. في الفيديو ده هنقدم شرح لكيفية استخدام حساب ولي الأمر على منصة ادمودو. ده الحساب بتاعك. طبعا في البداية بيقدم لك مجموعة من المقترحات عشان تتعرف على المنصة، ازاي تساعد ابنك بقى انه تتابع مجهوده او يمكن تكون معاه في الطريق الصح. تقدر تدير حسابك من هنا، بيعرفك على الواجهة الرئيسية. طبعا في البداية هو بيقول لك ان الطلاب او ولادك هم موجودين هنا، هيظهروا في المنطقة دي. ممكن تضيف طفل تاني، على سبيل المثال انا هضيف الطفل، انا عندي ابنين. طيب هضيف الطفل التاني منين؟ مطلوب منك انك تجيب البيرنت كود بتاعه. طيب البيرنت كود بتاعه هتجيبه منين؟ زي ما قلنا في حساب المتعلم، هحط الحسابين جنب بعض عشان تشوفوا الحسابين. ادي ده حساب المتعلم وده حساب ولي الامر. حساب المتعلم انا جبت فيه الكود ده هوت، وهقول له كوبي، وبعد كده او هتاخده في رسالة عن طريق الواتس او عن طريق رسالة نصية او اي وسيلة، وبعد كده تقول له كونكت. طيب لو انت مش عارف ازاي تلاقي الرمز، تضغط له هنا فهيوريك دليل استرشادي يقدر يقول لك انك تلاقي الرمز فين. طبعا الرمز هيظهر في حساب ابنك في زي ما انت شايف بالشكل ده، يعني حتى هنا بيبدأ انه يظهر لك بأن الكود بيظهر في المنطقة دي. يبقى انت كده اضفت ابنك. طيب ابنك مسجل في كام فصل؟ بيتعرض لك هنا. ابنك اسم الحساب بتاعه ايه؟ بيظهر لك هنا. ابنك ايه الوضع بتاعه؟ تقدر، والله انت حابب تكمل كانجليزي مفيش مشكلة. طبعا هو قال لك ان اولادك في منطقة كذا وفي ادارة كذا، او ابنك فلان وهو داخل في الفصل الفلاني. تقدر تضغط على الفصل بتاع ابنك فتتابع اداء ابنك في الفصل ده. طبعا هو بيقول لك بان المستر بتاع الفصل ده اسمه كذا، ابنك اسمه كذا، وتقدر بانك تاخد البيانات بتاعت ابنك من هنا. طيب انا دلوقتي كنا في حساب الطالب، كنا تقدمنا لداخل الفصل ده، كنا قدمنا امتحان. طيب الامتحان ده احنا عايزين نشوف عند ولي الامر الامتحان ده هيحصل ازاي او هيظهر فيه ازاي. طيب في امتحان مستحق دلوقتي ظهر للطالب، انا هقدر ادخل عليه واقول له الخضوع للاختبار القصير والتقدم للاختبار. عندك مجموعة من الأسئلة زي ما شرحنا في بالنسبة لحساب المتعلم، بس هنوري الولي الأمر إزاي ابنك بيحل الأسئلة دي. ابنك عنده توقيت لحل الاختبار ده أو لحل الواجب ده، عنده مجموعة من الأسئلة. الأسئلة اللي ما تجاوبش عليها هتظهر بالأبيض. هنكتب هنا مجموعة من البيانات أو هنجاوب بشكل عشوائي. أقدر بأني أدخل على السؤال اللي بعده، السؤال ده مش معروف عندي، هقدر أدخل على السؤال اللي بعده، هل صليت اليوم؟ هقدر أخد له صح، بعدين هدخل على السؤال اللي بعده، إيه اسم القصة المقرر عليك؟ بالنسبة هنا الإجابة النموذجية هي عقبة بن نافع، بس هاخد مثلا شجرة الدر أو أسامة بن زيد علشان يكون في عندي إجابة خطأ. يقدر ابنك إنه يراجع إيه الأسئلة اللي هو جاوبها بتظهر بالأخضر، إيه الأسئلة اللي هو ما جاوبهاش تقدر يبان بالأبيض. بدل ما تستخدم السابق والتالي، لو ديت ما هياش مشكلة لو عندك عدد بسيط من الأسئلة. لو حضرتك عندك سؤال ابنك محلهوش، يفضل بأنه يعرفه من هنا من خلال ايه السؤال اللي بيبان باللون الأبيض، فمجرد ما يضغط عليه باللون الأبيض هيظهر عنده السؤال ده. على سبيل المثال هنا هنقول الإجابة مكة، وهنا هنقول الإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده ابنك بيقدر يقدم الاختبار ويعمل له ارسال. طبعا بيبقى قدام المتعلم حاجة من الاتنين، عايز يرجع للاختبار مفيش مشكلة، عايز يرسل الاختبار مفيش مشكلة. ابنك قدامه وقت ليه
انهاء الاختبار ده، من حقه بانه يقعد الوقت ده يجاوب في الاختبار. هنحول على اختبار او هنحول على صفحه المدرس. عايزين نشوف صفحه المدرس ازاي هيظهر الاختبار ده عند المدرس. كمدرس هيظهر له بان في الفصل بتاع 1A ان في استجابات موجوده، ويظهر له في الاشعارات بتاعته بان في اختبار تم ارسال استجابه ليه. المدرس هيدخل على الامتحان وهيشوف ايه الحاجات اللي تم تقييمها وايه الحاجات اللي ما تمش تقييمها. طيب هيقدر انه يدخل على الطلاب، الطالب ده قدم استجابه او قدم حل للنموذج اللي احنا عملناه له، فهيقدر المدرس بانه يدخل له ويعمل له تقييم. طيب بالنسبه للسؤال ده المدرس من حقه بانه يشوف الاجابه بتاعه السؤال، طبعا الاجابه صحيحه والسؤال ده بيتصحح تلقائي، من ممكن المدرس يقوم بعت لحضرتك تعليق على السؤال، فمثلا اقول له احسنت، بعد كده هشوف اجابه السؤال الثاني، اقدر اقول له تعليق او اقدر باني ما اقولوش تعليق، ممكن اقول له بارك الله فيك. السؤال ده سؤال لم يتم تقييمه، لان السؤال ده احنا عملناه في التصحيح الالكتروني بان السؤال ده متصمم عند المدرس في التصحيح الالكتروني بان ده متروك للمدرس. السؤال ده عليه 4 درجات، المدرس هو عايز يعتبر الاجابه صح او الاجابه خطا او انه يديله اعتماد جزئي فيديله مثلا نص الدرجه او اي حاجه. هنعتبر بان الاجابه هناخد عليها اعتماد جزئي وهناخد عليها 2.5 من 4، علشان عايزين نشوف ازاي نقدر اننا ناخد اجابه صحيحه. مثلا ان التعليق هنا هنحط له الاجابه ليست كامله. على سبيل المثال طبعا هدفنا من الامتحان ده هو مش المعلومات اللي فيه، لا هدفنا من الامتحان ده اننا نعرف الطالب وولي الامر والمدرس ازاي بتتعامل المنصه في التكامل مع الحسابات بتاعتها. هقدر باني اقول له التالي، هنا هاجي التصحيح الالكتروني قال لي بان في السؤال ده المتعلم كان صح في الاجابه ديت وكان خطا في الاجابه ديت. طبعا احنا عملنا الطالب ده احنا ادينا له الامتحان ده مرتين، علشان مره نوري ولي الامر ازاي ايه اللي هيحصل في حكايه التصحيح لو في سؤال لسه ما اتصححش، وفي نفس الوقت اننا نوري ولي الامر ايه اللي هيحصل لو في سؤال خطا. ممكن اعلق على السؤال ده فاقول له تاكد من الاجابه الصحيحه بارك الله فيك. ممكن اقول له لا تتعجل او لا تستعجل حفظك الله، او ممكن اقول له يمكن اعتبار الاجابات الصحيحه كالتالي، واديله ان لو في اكتر من اجابه صحيحه. دلوقتي خلاص المدرس ادى تعليقه على الامتحان ده بالنسبه للطالب، فالطالب ده دلوقتي حصل على اجمالي نقاط 16 من 20 بالنسبه لي كمدرس. هقفل، فدلوقتي الطالب ده بدل ما كان عندي تقييم ظهرت لي الدرجه بتاعته، فانا خلاص يا سيد اجيب كحساب المتعلم، سلم الوقت ده، سلم الواجب بتاعه في الوقت الفلاني وجاب 16 من 20. هنرجع لحساب الطالب وهنشوف الكلام بتاعه. في حساب الطالب الاختبار اللي احنا كنا بنجاوبه تعمدنا باننا ما نديش ارسال للاختبار. ليه؟ علشان يحصل بان الاختبار ده ينتهي الوقت بتاعه. لما انتهى الوقت بتاعه قال له خلاص انتهى الوقت المتاح للاجابه، فهنقول له اغلق. فخلاص فورا يعني الامتحان التجريبي 2 اتبعت للمدرس. ممكن اقول له طبعا دي في صفحه ابنك هيظهر بالشكل ده، ممكن يقول له راجع الاختبار القصير، فابنك بيعرف بان في الامتحان ده اللي بيظهر باللون الابيض
السؤال ده لسه ما تقيمش من المعلم، فهو منتظر تقييم من المعلم زي التقييم اللي احنا عملناه من شوية. السؤال ده إجابته صحيحة فأخذ درجته كاملة، السؤال ده إجابته صحيحة فأخذ درجته كاملة زي ما بيظهر هنا تحت رقم السؤال، السؤال ده إجابته غير صحيحة فنقص الدرجة ديت. طيب إيه التقييم بتاع ابنك في الامتحان ده؟ حتى الآن هو تقييم 15 من 20، بس خلي بالك تقييم 15 من 20 ده تقييم جزئي لأن في جزء لسه ما تصححش، فالدرجة هنا ديت منتظرة التقييم بتاع المدرس زي ما ظهر لنا قبل كده او زي ما احنا وريناكم في حساب المعلم. طبعا هنا في حساب الطالب هيقول اغلق. هندخل عند ولي الامر دلوقتي وهنشوف ازاي هنعمل ريفرش للصفحه وهنشوف ازاي ظهر المستوى بتاع الابن او مستوى طفلك في المرحله دي. طبعا حضرتك لو عايز تكمل في الصفحه باللغه الانجليزيه مفيش مشكله، حضرتك عايز تحب انك تغير اللغه من خلال لانجوج او لغات اللي هتظهر وبعد كده تختار اللغة العربية مفيش مشكلة. هنا حساب ابنك موجود، ممكن ادخل على الفصل واقول له يعني هشوف ايه المستوى بتاع ابني. ممكن استخدم مراسلة للمعلم، على سبيل المثال انت كاتب للاستاذ اللي اسمه ياسر محمد نجيب وبتطلب منه ارجو الافاده في مستوى ابني ياسر. طبعا هنا ما بيظهرلكش الايميل الشخصي للمدرس او اي بيانات شخصيه، ولكن بيظهر لك صفحه المدرس. وبقى انا لو حضرتك مثلا في اعتراض على حاجه في الواجبات ممكن حضرتك تبعت له ملف كاتاتش فايلز وتشوف الملف ده. طيب بعد اذن حضرتك في النقطه ديت ابني غلط في ايه، بعد كده هنقول له ارسل. طبعا هو ارسل الملف لياسر. المحادثه ديت ما بين شخصين، ياسر كمدرس وياسر نجيب كولي امر. هدخل دلوقتي على الصفحه بتاعت ياسر كمدرس، هدخله على الصفحه الرئيسيه وهنشوف الرسائل. لقيت رسالة عندي جاية من حساب ياسر نجيب كولي أمر بأنه أرجو الإفادة في مستوى ابني ياسر. طبعا يقدر مدرس بأنه يرد على الطالب بأي شيء أو يرد على ولي الأمر عذرا بأي شيء، أو إنه يبعت له ملف فيقول له الملف ده عبارة عن كذا. هنحاول ندخل على الفصل الدراسي وهنشوف هل المستوى ده نقدر بقى المدرس يصدره لولي الأمر ولا لا. المدرس هيدخل دلوقتي على التسليمات اللي موجودة في التكليف، وبعد كده الطالب اللي موجود ممكن نحذف الإجابة بتاعته، ممكن بأننا نقلب ما بين الطلاب. طبعا التقييم ده معلق لأن التقييم ده كان تقييم مختلف عن التقييم اللي احنا صححناه من شوية. المدرس يقدر يدخل على المكتبة بتاعته يشوف التكليفات بتاعته أو الواجبات، إيه التكليفات اللي موجودة.
ندخل على التكليف، عرض الاختبار، إظهار الطلاب اللي عملوا الكلام ده، في الجزء ده بعد ما أرسلنا رسالة، في الجزء ده بعد ما أرسلنا رسالة هنشوف المدرس ممكن يرد إزاي. المدرس هيظهر عنده في الرسائل إن في ولي أمر للطالب فلان بعت لي الرسالة بيسأل عن مستوى ابني، فممكن أقول له إن ابنك حصل على 16 من 20 ونتمنى له الأفضل في المرات القادمة. الرسالة دي طبعا بتوصل لولي الأمر، لو احنا هنبدل لحساب ولي الأمر هيظهر عندي هنا بأن، لو انا عملت ريفرش للصفحة هيظهر عندي بأن المدرس أو حساب المدرس ياسر محمد نجيب رد عليا بالإفادة في مستوى ابني، أو رد عليا بالرسالة حصل ابنك على 16 من 20 ونتمنى له الأفضل في المرات القادمة. أتمنى بأننا نكون اديناكم فكرة على المنصة ديت ازاي حضراتكم تقدروا تتعاملوا معاها، وأتمنى بأن نكون أفدنا في الجزء ده، وطبعا يشرفنا بأن حضراتكم تشتركوا في القناة وتتابعونا بأي جديد. ألف شكر لحضراتكم.